In a Zen rock garden, stones are positioned to represent islands, and the surrounding gravel is raked to form patterns that suggests. That بتتكلم دايما على اللي قبلها بتتكلم هنا على patterns يبقى suggest من غير s 1.1 subject verb agreement يبقى suggests غلط. طيب هتلاقي suggest و suggest هنا الاثنين. طيب وهتلاقي suggesting و suggesting ما اقدرش اقول انها غلط على طول. طيب عندي غلطة في c وغلطة في e من الغلطات الشهيرة بتاعتنا. عد لغاية 3 وتقولوا لي ايه الغلطتين مرة واحدة. 1 2 3 الغلطة في إيه إن this فيها this skill اللي هي ambiguous pronoun الحالة الرابعة. This هنا بتتكلم على كل اللي فات وما ينفعش this تتكلم على كل اللي فات لازم تتكلم على كلمة واحدة. 3.2 ambiguous pronoun fourth case اللي عندنا في skills اسمها this skill. حلو جدا. ها طيب وسي comma in the middle skill بتاعت الرانا عندي هنا complete وعندي هنا complete يبقى عندي run on 5.8. طيب حلو جدا. B patterns suggesting patterns which suggest يجي واحد ويقعد يفكر ويتعب نفسه ده انت عندك حاجه زي الشمس هنا في سيمي كولن والسيمي كولن لازم اللي قبليها واللي بعديها يكونوا ايه؟ كومبليت. طب هنا اللي بعد السيمي كولن مالها؟ انكومبليت يبقى دي كده غلط فيها سيمي كولن سكيل يبقى غصب عنك الاجابه الصح دي. نمبر 8